أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من نسخة إلى الرأي العام. في 8 مارس من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة تقديرا لها لإنجازاتها العلمية والسياسية والاجتماعية. كل الدول مشاهدينا تفخر بنسائها الرائدات. إذا كان لزاما علينا أن نخرج في حلقة استثنائية من نسخة إلى الرأي العام لإحياء هذا اليوم عن طريق التذكير بأبرز النساء الرائدات في ليبيا طيلة العقود الماضية حتى اليوم، ولن ننسى كذلك نساءنا المغدورات من قبل الظلاميين. نحاول أن نستذكر معكم أبرز النساء الرائدات والذين تميزوا بحضورهم وأعطوا صورة حسنة بسبب نجاحاتهم للوطن أمام العالم. نبدو مع حميدة العنازي. حميدة العنازي رائدة الحركة النسائية في ليبيا وأول معلمة ليبية للتعليم الابتدائي في مدينة بنغازي، وهي كذلك أول مديرة ليبية لمدرسة للبنات في عهد الإدارة العسكرية البريطانية. والعنازي مشاهدينا من مواليد 1982. خديجة الجهمي، نعم، أو كما يلقبها أبناء ليبيا ببنت الوطن، هي أديبة وإذاعية ليبية ومن أوائل المدافعات عن حقوق المرأة في البلاد، وهي من مواليد 1921. زعيمة الباروني، نعم، زعيمة الباروني بدأت عملها يعني مدرسة في مدارس طرابلس كأول معلمة ليبية رسمية في عام 1950، بعدين انتقلت كمفتشة تربوية ولقبت برائدة الأدب النسائي في ليبيا. عايدة سالم الكبتي، من الذي لا يعرف عايدة سالم الكبتي؟ هي أول مذيعة للتلفزيون الليبي في ستينيات القرن الماضي. عائشة عمر الأصفر، عائشة هي من الرائدات في ليبيا ومن مدينة سبها، وكان لها السبق في قيادة الطائرات في السبعينيات، وحلقت أيضا في عالم الأدب والرواية. حميدة بن صريطي، حميدة بن صريطي تعتبر حميدة أول مضيفة طيران في الخطوط الجوية الملكية عام 1965. زهرة بيزان، زهرة بيزان هي مديرة مدرسة التقدم في طرابلس، والتي تعتبر أول مدرسة عامة نموذجية، ويعود الفضل لنجاح هذه المدرسة لها، وذلك بفضل ما تحلت به من أخلاق وعلم وعدل، حتى يسمونها اليوم بمربية الأجيال. نجلاء المنقوش، نجلاء المنقوش هي أول مرأة ليبية تتولى منصب وزارة الخارجية تحديدا في حكومة الوحدة الوطنية الحالية. عواطف الطشاني، عواطف الطشاني هي أول مرأة تتولى رئاسة إدارة قناة الدولة الليبية، واللي هي قناة ليبيا الوطنية، والتي ينضوي تحت إدارتها آلاف من الموظفين. سوف يكون معي مشاهدينا في هذه الحلقة كل من ليلى بن خليفة مرشحة رئاسية، نعيمة الحامي عضو مجلس الدولة، دكتورة عبير الحضيري باحثة في علم الاجتماع، وكذلك لديها ماجستير في علم النفس، فاطمة الصواعي عضوة مجلس النواب. أبدأ مباشرة بالسيدة دكتورة عبير الحضيري. سيدة الحضيري، لما نشوفوا هذا الكم من أبرز يعني الرائدات في بلادنا واللي ذكرناهم بداية حلقتنا وأثبتوا وجودهم في وقت صعب جدا في حقب مختلفة كما تابعنا اليوم، ماذا ينقص المرأة الليبية للاستمرار في طريق الإبداع وإثبات الذات في مجتمعنا؟ أول حاجة بنحيي أسرة البرنامج والقيمين على البرنامج والقناة وكل الحضور الكريم وضيوف الحلقة، وبنخش في الموضوع مباشرة. الحقيقة يعني زي ما ينقص الرجل ينقص المرأة الليبية اليوم، يعني نحن بحاجة لكوادر تملك خبرة تراكمية مهمة وتكون فاعلة، وهذا طبعا حد ذاته ما يكفيش. احنا بحاجة لمجموعة معطيات اللي تخلي حركة المرأة وإبداع المرأة يمشي في الاتجاه الصحيح وبحرية أكثر. اليوم الوضع الأمني زي ما احنا نعرفه ونشوفه، صراعات والتجاذبات السياسية،
كذلك شغل المرأة على نفسها، وينقصها كذلك التخلي على المفاهيم البالية اللي وصلت المرأة إن هي رغم توفر قوانين وتشريعات في صالحها تتجاهلها وتفضل إن هي تكون في نمط الاجتماعي وتحافظ على شكل اجتماعي تورتاته الحقيقة عبر الأجيال. فلهذا باش نلم الموضوع أكثر، احنا بحاجة لكوادر نسائية متحررة من القيم البالية وليس من كل شيء طبعا. هل تشوف الشيء هذا اليوم مش موجود في مجتمعنا دكتورة عبير؟ أكيد موجود، وموجود بنسب متفاوتة طبعا، وموجود حسب الأنماط الاجتماعية، ولكن مش بالقدر الكافي. اليوم احنا نعرف أن نص الشعب الليبي أو ما يعادل 53% من الشعب الليبي هم من النساء، ونعرفوا قداش المرأة ممكن تغير المعادلة الصعبة في الانتخابات، ولكن عزوف المرأة عن الانتخابات وبعدين تأثر المرأة بالبيئة الاجتماعية اللي هي فيها وبالهيمنة الذكورية بتخليها ممكن يعني ما يكونش قرارها حر وإرادتها حرة. ينقصنا الوعي الحقيقة، ينقصنا المعرفة، ينقصنا خطة وطنية وبرنامج وطني للنهوض بالمرأة وبمكانة المرأة ودور المرأة. يعني هل تشوفي دكتورة يعني تغيب المرأة وتقليص دورها في ليبيا متعمد وممنهج أم أكيد. أنه أصبح من العادات والبديهيات؟ شوف يا أخي، أول حاجة تهميش المرأة ما هيش قضية ليبية يعني ليبية. إحنا نعرف أن أوروبا من فترة بسيطة المرأة فيها يعني، لكن النهوض كان سريع لأن بناء كان على مبني على أسس سليمة. إحنا مشكلتنا الحقيقية في أن المرأة الليبية وليست الليبية فقط، المرأة العربية بشكل عام وفي الدول النامية هي مرأة لا تزال مرأة خاضعة. وطبعا لا ألوم المرأة في هذا الموضوع، هذه ندار عليها دراسات كبيرة وندار عليها يعني أبحاث كبيرة ونظريات لا تحصى ولا تعد. فنحتاج للتراكم، نحتاج لتراكم الخبرات، نحتاج لتراكم المعرفة، نحتاج لخطة وطنية وبرنامج وطني. اليوم المجتمعات العربية كلها دور المرأة فيها مهمش يعني، أو دور المرأة فيها ما نقدروش نقوله مهمش بمعنى مهمش، ولكن يستعمل أو يوظف من قبل جهات معينة لصالحهم يعني. طيب يعني دكتورة رح نرجع لك، بس أرحب بضيفتي نعيمة الحامي عضوة مجلس الأعلى للدولة. أستاذة نعيمة، أهلا وسهلا بك في نسخة إلى الرأي العام. يعني المعترك السياسي حقل صعب يعني، وهذا المعترك دائما الرجال هم المتصدرين، وأنت شاركتي في الانتخابات المؤتمر الوطني وفزتي بمقعد. يعني كيف يعني خطيتي هذه الخطوة تحديدا، وهل تشوف اليوم أن المرأة حصلت مكانة في الانتخابات؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لحضرتك ولكادر القناة، وخلينا نهني المرأة الليبية في يومها 8 مارس، هذا اليوم الذي أصبح يوما عالميا للمرأة وخاصة المرأة الليبية أخصها بهذه التحية. إذا كان نحن نتحدث عن الجانب السياسي والمرأة السياسية والمشاركة، بالفعل مكتسبات المرأة هذه أحد المكتسبات، إن هي تكون أول امرأة في جسم تشريعي، في أول جسم تشريعي. ولكن المرأة لما كانت مستقلة، يعني احنا كانوا ايام المؤتمر الوطني كانت عندنا 85 سيدة رشحت مستقلة. يعني المرأة اللي شافت في نفسها القدرة والكفاءة المهنية مصداقية رشحت روحها مستقلة. فازت سيدة واحدة وبعدين حتى هي ما صارش منها. ما صارش. احنا كيف وصلنا؟ لولا هذه القوائم المغلقة ولولا هذه المناصفة الأفقية والعمودية مع الرجال، لا أعتقد ما كناش حصلنا حتى نصيبنا حتى احنا. فهي الآلية هي اللي جابت المرأة لهذا الجسم التشريع. ما جاتش يعني الرجال والنساء هم اللي قالوا لا يجب أن تكون هناك مرأة وانتخبوها، القائمة هي اللي جابتها. إذا اليوم إذا كان حضرتك الآن سردت كل من هذه السيدات اللي سردتهم وهذه المواقف، احنا اليوم صح موجودات واستمرينا
ولازلنا نجاهد. كيف نجاهد من داخل المؤسسة اللي احنا فيها؟ كيف نجاهده؟ نجاهد كيف أنا نكون رئيس لجنة، نجاهد أنا كيف نكون مقرر لهذا الجسم، أنا نجاهد كيف نكون نائبة. ما زلنا نجاهده من داخل مع 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 زملائنا وأخوتنا الرجال اللي احنا مكملين ليهم في هذا العمل، ولا ننقص عنهم لكفاءة. طيب، ولا لكن اليوم مطلوب منك شيء كبير أستاذة نعيمة. يعني اليوم تسأل المرأة، يعني ماذا قدمتي أنت في موقعك الحالي للمرأة في ليبيا؟ شوف، احنا ماذا قدمنا؟ احنا من خلال التشريعات اللي هي قام بها قدمها مثلا ايام المؤتمر، كنا كانت وقتها التشريعات، فحاولنا نقدم يعني ما يخص المرأة، لكن باش بتخصها تشريع خاص للأمانة. يعني ما بديش نقول قدمت اليوم للمرأة حاجة خاصة بها، لم نستطع أن نقدم شيء خاص بها. يعني اليوم لما نقول مثلا منحة المرأة ربة البيت، يعني أضمنت لها منحة، ولكن ليس بذلك اللي هو المرأة كانت تتمنى فيه أكثر من هيك. ما قدرتش اليوم أني بالفعل نأسس جسم خاص للمرأة، وزارة للمرأة خاصة بها تعتني بشؤون المرأة. ما قدرناش اليوم الحكومات يقول لك وزيرة الدولة، حتى حقيبة لها خاصة بها لا. ولكن هذا علشان قلت لك ما زلنا نكافح راهو إن احنا نوصلوا ناخذوا حقنا الحقيقي. طيب، أعود إلى ضيفتي الدكتورة عبير الحضيري. يعني ذكرتي أن المرأة الليبية ما زالت خاضعة وما عندهاش اليوم كامل الحرية، مش يعني تقدم المطلوب منها على الساحة الليبية، باعتبار أن احنا مجتمعنا لربما ما زال منغلق في هذه المسألة. ولكن في السنوات الأخيرة نشوفه يعني في شيء إيجابي، أن نشوفه في المرأة اليوم تتولى مناصب عليا في الدولة، تحديدا في الحكومة الأخيرة. وكذلك لما نشوف حتى المؤسسات الداخلية في ليبيا، نشوف اليوم المسؤولين عليهم يعني النساء. يعني ما تقييمك لهذه الحالة ومسألة الخضوع، في أي زاوية أنت قيمتها تحديدا؟ أول شيء أنا لما نتكلم على موضوع المرأة يا أخي، أنا الشكل اللي نشوفه فيما بعد فبراير هو شيء مشجع. احنا شفنا اليوم سيدات مشرفات وكان أدائهم في المستوى المطلوب، وشفنا زي ما يقولوا فيها الغث والثمين يعني. وهذا ينطبق على الرجل زي ما ينطبق على المرأة. أنا المنطلق متاعي هو منطلق اجتماعي واقعي. أنا نتكلم اجتماعيا، نتكلم على المرأة البسيطة، مؤشر أن التمثيل المرأة أنا ما نشوفش فيه، يعني نشوف فيه تلبية لاحتياجات لها علاقة بقيم العولمة. احنا نعرفوا ان اليوم قيم العولمة فارضة نفسها في كل بيت، وشعارات ان المرأة ان تكون تمثل 30 و40%، انا هذا نعتبره شيء كويس وإيجابي. ولكن الحقيقة ان يهمني المرأة من الداخل، المرأة على أرض الواقع، المرأة البسيطة، المرأة اللي تمشي للسوق، المرأة اللي تمشي لمدرستها وتعلم، المرأة اللي تعرف قدراتها ولكن ما تقدرش تعطي لنفسها الـ تنطلق بهالقدرات وتوظفها التوظيف الصحيح. المؤشرات هذه وزي ما ذكرت لك قيم العولمة هذه، أنا شخصيا كباحثة في علم الاجتماع نعتبر فيها إلى درجة كبيرة شكليات. قد تكون الشكليات هذه مهمة تكسر حاجز معين، يعني حاجز كان ممنوع مثلا أو تابوهات في المجتمع الليبي، ولكن هي ما هياش الأساس وما هياش العمق. العمق هو لما تكلمني على المرأة اللي تربي في بنتها واللي تعيد في إنتاج الهيمنة الذكورية من خلال التفرقة بين الذكر والأنثى وهي قاعدة تربي في نفس الوقت. قاعدين نعرفه وإحنا نعرفه، يعني تشوف أن المسؤولية دكتورة تقع على الأم. طبعا تقع على الأم وتقع على الأب وتقع على كل المجتمع وتقع حتى على السياسيين. لأن لما أنا نخلق برامج توعوية ولما أنا ندمج المرأة دمج صحيح ولما أنا نوعي المرأة، المجتمع يتغير في بنيته مش يتغير في شكله. فهمتني يعني؟ الفكرة أن أنا جوهر الموضوع اللي لاحظ فيه مؤخرا إنه هو تركيز على الشكليات أكثر من كونه تركيز على عمق الـ القضية أو عمق المشكلة الحقيقية، بأن إحنا
نخلوا المرأة الليبية تمشي في المسار الصحيح، تعترف بنفسها وبقدراتها وتعرف حقوقها كويس وتحترم الآخر وتحترم الرجل. احنا ماناش في صراع مع الرجل، واحنا لازم نميزه بين المساواة أو بين التساوي. هادو مصطلحات تفرق جدا يعني. أنا شخصيا مش من النوع اللي نأيد في التساوي بين الرجل والمرأة، أنا نأيد المساواة في الحقوق وفي العدالة الاجتماعية، وهذا اللي نتمنى أن الناس القيمين والناس المسؤولين في الدولة الليبية يراعوه، سواء بالخطط والبرامج التعليمية أو سواء بضبط الشارع الليبي بحيث المرأة تكون حرة فيه، وكل هالأمور يعني ما نبيش نطول وناخذ من وقت غيري يعني، لكن هذه أشياء أساسية نشوف فيها. طيب، أرحب بضيفتي فاطمة السويعي عضوة مجلس النواب. سيدة فاطمة، أهلا وسهلا بك في نسخة للرأي العام. يعني ذات السؤال اللي سألته للسيدة نعيمة، يعني دخولك للمعترك السياسي، وهذا بطبيعة الحال يعني حقل صعب والمتحكمين فيه اليوم رجال يعني كما يعلم الجميع، دخولك لهذا المعترك كيف تشوفيه يعني في نفسك أنت كمرأة؟ وهل حققتي المطلوب منك ولقيتي المساحة المطلوبة كمرأة أن هي تعمل فيها وتحقق لربما الطموح كل مرأة اليوم موجودة في ليبيا، وتشجعيهم حتى أنهم يخشوا للمعترك هذا ويلقوا نفسهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء نحب نهني نساء ليبيا ونساء العالم باليوم العالمي للمرأة. حقيقة مشكورين كقناة اللي هو هذه اللفتة الكريمة منكم. بالنسبة لنا احنا كمرأة، من ضمن لنا حقنا اللي هي الكوتا التي جاءت في انتخابات 2014، ضمنت لنا اللي هو دخولنا لمجلس النواب بنسبة 17%. هذا كان اللي هو تغيير بالنسبة لي أنا، حتى في اللي هو حياتي العملية دخلت لجهة تشريعية وبديت يعني نصدر في قرارات ونوافق على قوانين للدولة. كما قلت يعني نتمنى احنا يعني يزيد نسبة الكوتا أو عدد النساء في الجهات التشريعية والتنفيذية، ولكن لحد الآن ما وصلنا للنسبة التي نرغب فيها. طيب، يعني كمجلس نواب وكجسم يعني تشريعي ليك يعني أنت سيدة فاطمة السويعي وكذلك السيدة نعيمة الحامي، يعني ليش ما شفناش قوانين تأتي في صالح المرأة اليوم تنظم حياتها تنظم حقوقها بشكل واضح؟ ليش ما تمش العمل على هذه المسألة بشكل خاص؟ طبعا بالنسبة لنا كمجلس نواب كانت القوانين والقرارات كلها تصب في صالح الدولة الليبية، وكنا بعيدين كل البعد على القوانين التي تخص المرأة وتخص الطفل أو قوانين أخرى، نقول لك يعني قوانين اجتماعية، كانت كلها قوانين يعني تعطى للجهات التنفيذية وتعطى وكانت الجهة التشريعية تصدر في قرارات وقوانين زي ما قلت لك لصالح الدولة الليبية وبعيدة عن الأمور الاجتماعية أكثر. طيب، أعود إلى الدكتورة عبير الحضيري. دكتورة عبير، يعني ذكرتي في تصريح سابق لك أن الليبيات يعانين من الفهم الخاطئ للدين، وأصريتي حضرتك على هذه النقطة بالذات. يعني نحتاج منك توضيح يعني في هذه المسألة، يعني إلى ماذا استندتي تحديدا؟ والله يا أخي شوف، هو الموضوع هذا موضوع حساس شوي وقد يؤخذ مأخذ سلبي، ولكن احنا نعرفوا ان القرآن هو المصدر الأساسي والكتاب المقدس لدى كل المسلمين، والقرآن فيه آيات يعني نقدر نسميها لك توا زي سورة الأحزاب في الآية 35، وسورة النساء الآية 7 والآية 32 والآية 124، وسورة آل عمران 195، وسورة النور الآية 4. وإحنا قاعدين من يعني في آيات لا تحصى ولا تعد بهي، وهذا النص صريح واضح يتكلم فيه القرآن الكريم عليه إن الرجال والنساء متساويين. أوكي، وهذا الموضوع لما أنا
بنخش وبنتعمق فيه ممكن يحتاج لحلقة كاملة. احنا نعرفوا ان الحركات الدينية هي كانت لها تأثير، يعني تأثير كبير، وعبر التاريخ مر الدين الإسلامي بعدة مراحل، وصلنا فيها لمراحل حقيقة تعزل المرأة، والمرأة كونها شخص متلقي وكونها عبر التاريخ هي الـ 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 الكائن اللي يتلقى من الخارج وما عندهاش بصمة وما عندهاش إيد في صنع التشريعات أو تفسير القرآن أو أو أو. إحنا اليوم نتكلموا باش ما نستفيدش في الموضوع هدايا بالرجوع للقرآن، سميت لك الآيات وقلت لك إن إحنا مرجعيتنا القرآن الكريم، والقرآن الكريم يتكلم عن التساوي، وما عدا ذلك أنا من بيش نخوض في تفاصيل قد يكون لها أول ولكن ليس لها آخر، لأن حتى على مستوى المشايخ وعلى مستوى فيها أخذ ورد وتجاذبات طويلة عريضة. لذلك مع إحنا لازم نفهم نقطة، إن الدين لما جاء من أجل العدالة الاجتماعية، وإحنا كذلك نعرفوا إن المجتمع يتخذ في مواقف عنصرية تجاه أي حد مختلف. لذلك أنا بنتبنى اللي يتبناه مجتمعي بغض النظر، ونحن شعوب لا تقرأ، وهذا شيء يعني معروف يعني فينا، وهذا ممكن اللي خلانا نتراجع ونتأخر للدرجة هذه، وبأن مجتمعنا يعني كيف تحديدا بالفضل. يعني احنا لما احنا نحكم ونقول ان الشعب لا يقرا، نحن شعوب لا تقرا، يعني كيف يعني هذا احصائيات ممكن بناء على احصائيات، انا ما نتكلمش بشكل شخصي لاني انا امراه اكاديميه ونعرف قيمه الرقم، وقاعده نقول لك ان في فعلا احصائيات ودراسات اندارت، مش دراسات ليبيه اكيد، دراسات اجنبيه ودراسات في منها عربيه وتونسيه تحديدا، تقول ان الشعوب العربيه لا تقرا، وانت حتى على مستواك الضيق لما تجي تشوف ان من الانسان اللي يقدر يرجع لمثلا اصل الايه او سبب نزول الايه الكريمه الفلانيه وشن قال فيها وشن الاراء وشن المشايخ واي مدرسه واي فئه واي جماعه قررت القرار. احنا ما نقروش يا اخي، احنا نتوارثوا في الامور من باب يعني اللهم اجعل إيماني كإيمان العجائب. طيب دكتورة، هو دكتورة اليوم يعني حسب رأيك القيود المفروضة على المرأة الليبية اليوم ما هي هذه القيود؟ كيف ما أنت تشوفي فيها، والحلول من أجل أن هي تخرج من هذه القيود والتخلص منها؟ أول حاجة في قيود اجتماعية بهي، وقيود الاجتماعية هذه مش بس قيود خارجية فرضها الراجل على المرأة، هي المرأة فرضتها على نفسها في أغلب الأحيان، يعني قيود داخلية من المرأة نفسها وقيود من المجتمع نفسه، أنا نحكي اجتماعيا أوكي. وفي يعني قيود ثقافية، منها موضوع الدين، الدين يعتبر جزء من ثقافة أي شعب، وفي قيود اقتصادية على المرأة، وهذا جانب مهم جدا، تبعية المرأة اقتصاديا تخلي المرأة تكون فعلا تابعة حتى على مستويات أخرى. يعني أنا لما نكون مع زوج يعني مسؤول عليا من الاي تو زد، وهو اللي يوكل ويشرب فيا، وهو اللي حاطني تحت سقف واحد، وهو اللي كذا كذا، صعب اني نعترض، وصعب لان البدائل مش موجوده لاني اقتصاديا تابع عليه. فالقيود الاقتصاديه قيود مهمه جدا، وقلنا القيود الامنيه، القيود الامنيه موضوع حتى هو مهم جدا، يعني انا نحيي كل سيده ليبيه قاومت ونترحم عليه كل الـ السيدات اللي يعني دفعوا ثمن غالي لأنهم قالوا، لأنهم علوا صوتهم من أجل القناعاتهم أو من أجل مبدأ معين ودفعوا ثمن غالي، وهذا شيء طبعا خطير جدا، وكان مؤشر خطير جدا خلى عدة ناس يعني يتراجعوا، أو عدة سيدات يتراجعوا في إن هم يعني يدافعوا لمبدأ معين من مبادئهم، حتى إذا كان هذا الموقف يعني ضد حتى رغبة يعني أهلهم في آخر المحطة، الأهل يعني. الأهل والمجتمع وأحيانا الزوج وأحيانا حتى الأبناء. المرأة ما هيش فرد بمعزل عن كل شيء، المرأة يعني عندها شبكة علاقات لابد أن ترعيها في المجتمع،
طيب. ولو ما راعتهاش حتدفع ثمن غالي، حتخش في مرحله طيب. التنميط. تفضل. انت باقيه معي دكتوره عبير الحضيري وكذلك السيده نعيمه الحامي وايضا فاطمه اسواي، ولكن بعد فاصل قصير مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا. مرت ليبيا طيلة السنوات الماضية بظروف أمنية صعبة بسبب الصراعات السياسية والتي أدت إلى أعمال قتل خارج إطار القانون، ما جعل الجماعات المتطرفة ومن لا يؤمن بقيام الدولة المدنية بقتل أصوات نسائنا الرائدات المغدورات. سوف نعدد أبرز هذه الأسماء. نصيب كرنافة. نصيب كرنافة هي صحفية مشاهدينا اغتيلت في مدينة سبها عام 2014. سلوى بوغاغيس، نعم هي محامية اغتيلت في بنغازي عام 2014. فريحة البركاوي. فريحة البركاوي هي عضو المؤتمر الوطني العام، اغتيلت في درنة عام 2014. انتصار الحصائري. انتصار الحصائري هي ناشطة سياسية اغتيلت في طرابلس عام 2015. سهام سرجيوا، نعم سهام سرجيوا هي عضو مجلس النواب، ولا معلومات حول مصيرها منذ عام 2019. فتحية اللافي. فتحية اللافي هي مواطنة اغتيلت في طرابلس عام 2020. أخيرا حنان البرعصي هي محامية اغتيلت في بنغازي عام 2020. هذه الأسماء أكيد مشاهدينا جميعكم متذكرينها، احنا حبينا نزيد نذكرها في هذا اليوم الكبير واللي خصصنا هذه الحلقة للتذكير بالنساء الرائدات والنساء كذلك المغدورات اللي ما قدروش ان هم يوصلوا صوتهم ويكملوا يعني المسير من أجل الإبداع والتألق. أعود إلى ضيفتي السيدة عضوة مجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي. سيدة نعيمة، يعني لما نشوف النساء اليوم اللي تم اغتيالهم وما كملوش مسيرتهم في العطاء وهذم، يعني هذا الأمر هل برأيك يعني يسبب اليوم في عودة إلى الوراء من قبل النساء وأن هم ما يكملوش في الطموح اللي كانوا يبدو فيه، وأم أنه هذا الترهيب سوف يؤثر عليهم بشكل أو بآخر ونشوف أن صوت المرأة راح يختفي، أم العكس أن هذا ربما يزيدهم إصرار ويزيدهم حافز لإكمال المسير؟ سيدة نعيمة. طيب فاطمة السواعي، إليك ذات السؤال. طبعا هذا الموضوع والاغتيالات التي حصلت لنساء، لبعض النساء التي كانت لهم كلمة وكان لهم رأي يعني في قول الحق، سوف يضعف من إرادة النساء التي سوف تقول كلمة الحق في المستقبل. فعندما تتعرض حياة المواطنة الليبية في ليبيا وبين أهلها وأخوتها إلى الاغتيال أو القتل، سوف يخيف بعض الآراء الأخرى. طيب أعود للدكتورة السيدة عبير الحضيري. يعني سيدة عبير، يعني احنا شفنا قبل شوية واستذكرنا يعني مع المشاهدين الشخصيات اللي تم اغتيالها يعني في السابق، يعني هل تتوقعي يعني هذا الأمر يزيد المرأة الليبية الإصرار لإثبات الذات، أم أنه هذا الترهيب اليوم يجعلهم أن يخطوا خطوة إلى الوراء برأيك؟ أنا أرى الخيار الثاني هو المضبوط. بالتأكيد كل إنسان في عنده حاجات، وأهم حاجة عند الإنسان هي حاجته للأمن والأمان. أنا اليوم لو كانت ليبيا غير ليبيا اللي احنا نشوفه فيها توا، كان ممكن الدور يكون أقوى والدور يكون أعمق. كلنا نبون نساهموا في أن بلادنا تكون كويسة، كلنا نبون نساهموا في يعني تطوير مجتمعنا. ولكن اللي شفناه حتى كرأي اليوم، لما تقول رأي مخالف يعني في مجتمع يحكم عليك بسمة فكرية أو سمة جسدية أو اختلاف لون بشرة أو اختلاف لون جسد، اليوم الموضوع هذا حيخليك تتراجع خطوة للوراء وتفكر أكثر من مرة
قبل ما أنت تقدم خطوة لقدام. بالتأكيد في نساء يعني عندهم الروح أن يصروا أنهم يمشوا لقدام بغض النظر على الثمن اللي ممكن يدفعوه، لكن هذه القصة صارت زي داعش وقت اللي يديروا في ممارسات ذبح وقتل على الملأ وعلى التلفزيون ويديروا لها في إخراج معين، هذا من أجل الترهيب ومن أجل يعني وضعهم في قالب وفي صيغة معينة. أي واحد يقرب يعني اليوم كلمة داعش بحد ذاتها هي رعب لكل إنسان طبيعي عادي ما هواش متطرف. نفس الشيء ينطبق على المرأة الليبية اللي شافت أخواتها الليبيات اللي كافحوا وناضلوا بغض النظر تتفق معاهم تختلف معاهم، لكن أنت في الأخير بتشوف قدامك حالات وتكررت الحالات هدية، والبلد أمنيا مازال ما هواش 100% تقدر أنت توصل فيه لمرحلة أنك تعبر على رأيك بكل حرية وبكل وتناضل من أجل فكرة معينة. طيب. فأنا نقول أن في، ولكن مش يعني هذا حيخلي المرأة تتراجع بالتأكيد. طيب سيدة نعيمة الحامي، في ظل انتشار السلاح وحالة عدم الاستقرار الموجودة في البلاد اليوم والوضع الأمني المتدهور في جميع المناطق ليبيا، لا نحصر منطقة على أخرى، يعني اليوم المرأة من يحماها تحديدا؟ من يحمي حقوقها إذا طالبت بها في الشارع؟ أولا نعتذر على الانقطاع اللي صار طبعا الظروف اللي معروفة. المرأة اليوم تقريبا لها اليوم سنوات عايشة في هذا الوضع، احنا مش من أمس ولا من اليوم، سنوات في نفس الكيفية، السلاح منتشر في كل مكان. كلمة سيدات لاحظتوا اختطافهم، وسيداته تم حتى ربما حتى إعدامهم ووفاتهم، سيدات أعتقد في السجون وموجودات. للأمانة من يحمي السيدة اليوم الوضع عام، مهناش ما قدرش نقولك من يحمي هذه السيدة. السيدة هي اللي بتعرف نفسها بروحها، تعرف كيف بتتعامل، تشوف البيئة اللي هي فيها المحيطة بها، هل الآن وقت تصريحات معلنة، هل الآن وقت انحياز، هل وقت تكون على حياد، كيف تختار مواقفها كلماتها. ولكن للأمانة باش أنت اليوم في ضمانة واضحة في استقرار واضح، نقعدين نقولوا يا رب تستقر البلاد سواء للمرأة وللرجل وللشاب وللطفل. هو الآن حتى الطفولة تشوف شن صاير فيها اليوم، الطفولة اليوم أطفال مخطوفين وأطفال غايبين عليه أهليهم يعني. فهذا ما نتمنى أن تكون عندنا دولة مستقرة وحكومة تقدر تسيطر على كل البلاد، لكن اليوم أنك تعطي ضامن للمرأة نقولك نضمنها نحميها، هذا كلام لا يمكن أن ينقال أو نقدر نضمنه. ولكن هي المرأة بنفسها كيف تأخذ خطواتها وتستطيع أن تحمي نفسها بطريقتها هي. طيب أعود إلى ضيفتي السيدة عبير الحضيري. يعني سيدة عبير، مع الواقع اللي تكلمتي عليه اليوم اللي تعيشه اليوم المرأة في ليبيا، يعني الدروس المستفادة، يعني لما نتكلم على ثورة فبراير، يعني بعدين ممكن نرجع بالأحداث شوية حتى بعدين قبل الثورة، لكن خلينا نتكلم على ثورة 17 فبراير والسنوات الأخيرة. شنو استفادت المرأة تحديدا من هذه الثورة اللي كانت تنادي بحرية التعبير، كانت تنادي بالعدل، كانت تنادي بكثير من الشعارات؟ يعني ماذا استفادت تحديدا هذه المرأة في طيلة هذه السنوات وفي السابق؟ يعني كانت في الصف الأول عندما خرجت الثورة. مضبوط. وحتى أنا اللي بنرجع بيك شوية، أنت ما تبيش ترجع لل. لا رح نرجع لك، بس خلينا احنا بس نكملوا على السنوات هذه وبعدين رح نرجع قبل ماشي. الثورة ماشي. لا شك أنه صار تغيير إيجابي، لا شك في أن احنا أنا شخصية مقيمة برا، وكل ما نرجع لليبيا سنة بعد سنة نلمس ونشوف التغيير، ونشوف في أن المجتمع والمرأة وحتى هدومي البنيات الصغيرات فكرتهم وأفكارهم أو إيمانهم بنفسهم بحريتهم، وبصارت أشياء إيجابية كثيرة الحقيقة في المجتمع الليبي على مستوى المرأة، مش حقوقيا أو دستوريا. هو التغيير اللي صار تغيير طبيعي، ومش تغير، هو صار تغيير، لأن في فرق بين التغيير والتغير.
هو صار تلقائي. هذا علاش نقول لك في كلمة تغيير. أوكي، فهذه القضية هذا من ناحية إيجابية. من ناحية ثانية أنا شايفة على مستوى التشريعات وتطبيق القانون اللي يخدم المرأة وصالح المرأة في تراجع جدا. أنا أعلم مسافة قريبة بين نساء يعني يعتبروا مضطهدات وتراجعت طبعا بفعل إن هي مرحلة انتقالية ومرحلة زي ما تفضلت الأستاذة نعيمة إن هي مرحلة ما توحدتش فيها الدولة والمؤسسات الأمنية وفيها خروقات كبيرة، ولكن أنا شايفة إن في تغيير إيجابي على مستوى حتى اجتماعي إلى درجة محدودة خصوصا بين فئة الشابات يعني. طيب تكلمتي ولخصتي يعني الحقبة ال 11 سنة هذه. خلينا نتكلم تو شوي على فترة ما قبل الثورة، وكنت عندك يعني كلام حول هذه الحقبة تحديدا، ويعني هل تشوفي أن المرأة في عهد نظام القذافي كانت عندها حقوق، عندها يعني حرية في يعني إبداء رأيها بالمطالبة بحقوقها؟ يعني إذا ما قررنا الحالة من قبل ثورة فبراير بالبعد ثورة فبراير، الأنسب للمرأة الليبية، لأن البعض يقول لك أن أيام القذافي نشوفوا أن المرأة الليبية وصلت لمستوى عالي حتى لدرجة أن حراس الرئيس معمر القذافي في ذلك الوقت كان من النساء، وحتى استعراضه دائما يركز على هذه المسألة. هل بهذا نستطيع أن نحكم بأن المرأة في عهد النظام السابق كانت أكثر يعني قبولا ولديها كل الحقوق مقارنة بمن بعد ثورة 17 فبراير؟ أول شيء الشكليات المتعلقة بالحارثات وما أدراك ما الحارثات والنظام اللي احنا نشأنا وكبرنا فيه بأن المدارس الثانوية تحولت لتكنات عسكرية هي كانت حقيقة مجرد فولكلور ومجرد شكليات. هذه نقطة. النقطة الثانية على مستوى الحقوق، أنا قلت لك تو جانب سلبي، هذه شكليات. على مستوى القوانين، منظومة القذافي أعطت لمرأة حقوق شبه يعني تعتبر مقارنة بالدول المتقدمة حقوق جيدة جدا. ما بيش نقول لك ممتازة، بنقول لك جيدة جدا. بهي الحقوق هذه المرأة كيف استعملتها، كيف وظفتها؟ النظام الاجتماعي اللي كان يحكم المرأة كان أقوى من إن هي تلجأ للقانون باش تنصف. فبالتالي كان في تشريعات كويسة، قوانين كويسة، لكن كان في مرأة خايفة، مرأة متراجعة، ما تلجأش للقانون باش تنصف نفسها. ولكن بعد ما بعد الحقبة هذه حتى القوانين الموجودة صار فيها زعزعة، لأن أولا مرحلة انتقالية، وثانيا محتاجين نبدو من أول وجديد، وثالثا لأن في تغيير في الدستور وتغيير في التشريعات، وبعدين حتى على مستوى التطبيق في قيود جدا. نعرف احنا ان في هلبة تطرف في 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 البلاد، ولما المرأة تبي تلجأ للقانون تلقى ان في تعصب من 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 الأشخاص القيمين على تطبيق القانون. هنايا نقدر نقول حقبة القذافي تشريعيا كانت ممتازة، وشكليا التكنات العسكرية والحارثات احنا شفنا ان معناها مش ثقافة المرأة اللي تغيرت، الورق اللي موجود، التشريعات اللي موجودة هي اللي كانت جيدة، لكن على مستوى التطبيق احنا شفنا حتى التكنات العسكرية يوم اللي صارت الثورة ما فيش امرأة شدت سلاح، انتوين كلهم لجؤوا لان يطيبوا للثوار وان رجعوا لدورهم النمطي. صح في سيدات كانوا رائدات وخشوا الجبهات وكانوا مقربين، ولكن لا يتعدوا أصابع اليد الواحدة. إذن حقبة القذافي كانت شكليا وتشريعيا تعتبر كويسة، ولكن على مستوى المرأة وثقافة المرأة ما كانتش مستفيدة منها. طيب أعود إلى ضيفتي السيدة فاطمة السويعي عضو مجلس النواب. ضيفتي الدكتورة عبير الحضيري تتحدث عن التشريعات، تشريعات كانت موجودة بشكل أفضل يعني في فترة ما قبل الثورة في عهد النظام السابق. من بعد الثورة يعني
هذه التشريعات غابت لربما، هل الانقسامات الموجودة والتكتلات الموجودة داخل الأجسام التشريعية من بعد ثورة 17 من فبراير ساهمت بشكل سلبي من أجل الخروج بتشريعات تخدم المرأة؟ طبعا أنا نعطيك خير مثال وخير دليل اللي هو قانون العنف ضد المرأة. طبعا نحن كعضوة مجلس النواب حاولنا أكثر من مرة تمرير قانون العنف ضد المرأة، ولكن نجد صعوبة في تمريره من خلال رئيس مجلس النواب وكذلك اللجنة التشريعية في مجلس النواب. هذا أحد الأمثال اللي ضربت لك إياهم، يعني اللي هو في عدم تمرير التشريعات والقوانين للمرأة داخل مجلس النواب. هناك بعض الاتفاقيات وهناك بعض المعاهدات التي ضمنت حقوق المرأة ما زالت يعني لم تنفذ يعني على أرض الواقع في الدولة الليبية. كذلك بعض الأمور اللي نعتبرها حتى من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة اللي هو وزارة الدولة للمرأة وكذلك اللي هي تمكين المرأة، لم تستطع كل هذه الوزارات أو الإدارات إنها يعني تشتغل شغل صحيح على دور المرأة أو تصدر تشريعات، أو إنها يعني حتى وحدة تمكين المرأة لم تستطع تمكين المرأة. وخير مثال حكومة الاستقرار الوطني، شاهدت إن يعني مرأة واحدة يعني وجدت في إحدى الوزارات وهي وزارة الثقافة. طيب أعود لضيفتي السيدة نعيمة الحامي. سيدة نعيمة، يعني بشكل واقعي وحسب يعني تجربنا السابقة في الانتخابات، الملاحظ يعني أن المرأة اليوم ما تنتخبش مرأة، ودائما تحس أن الأولوية عندها أن هي يكون الرجل هو اللي يكون في صدة الحكم، سواء في الانتخابات التشريعية اللي كانت وفي المؤتمر الوطني وكذلك حتى مجلس النواب والبلديات. اليوم ما شفناش أسماء بارزة حتى في البلديات. لماذا برأيك؟ كيف نفهم هذه المفارقة؟ وليش اليوم المرأة تتخوف أن هي تنتخب مرأة وتشجعها وتوقف معها من أجل أن هي توصل وتوصل صوتها؟ سيدي الكريم، بالعودة إلى ما أشرت لها الدكتورة عبيل أحمد، وسامحوني يعني بنسلم عليها وبنحييها الصديقة الطيبة الغالية على قلبي الدكتورة عبيل. أعتقد نرجع إلى الأساس، إلى الأسرة. الأسرة الأم، هذا الولد والبنت، وكيف تربت البنت داخل هذه الأسرة. تربت بأن أخوها هو القوي وهو الراجل وهو اللي يعرف وهو اللي يقدر. فهني راهو التنشئة من البداية لها دور كبير، انغرست في المرأة لربما بأن المرأة اللي زيها شنو اللي تقدر تديرها، لا الراجل اللي يقدر، الراجل اللي يسهر، والراجل اللي يطلع ولا شيء يمشي، والراجل اللي بيحميك. فهذه راهو واحدة من الأساسيات، هي التربية اللي احنا أنشأنا عليها وتربينا عليها السيدات الليبيات. هذه بالدرجة الأولى. طيب الجول الثانية هو الوعي الحقيقي والتنشئة الثانية المجتمعية من خلال المؤسسات بدور المرأة، أنك يا أمرا يجب أن يكون لك دور فاعل وحقيقي في داخل المجتمع. ولربما أن نلاحظ المؤسسات المجتمع المدني للأمانة بعد فبراير اللي كانت لها هذه الانطلاقة ولها هذا الدور، لاحظنا إلى اليوم حكاية إن المرأة ما تنتخبش، المرأة قلت، أو إن المرأة ما لهاش هذيك الدور الكبير والرجل هو اللي له الدور الكبير، خفت شوية. ولكن هو المجتمع وهي الأسرة وهي التنشئة هي السبب الأول فيما حدث. تفضلت به. طيب سيدة عبير، يعني دكتورة عبير، لماذا اليوم لا نرى النساء يعني في المناصب السيادية بعدد يعني يمثل المرأة الموجودة في ليبيا؟ ليش ما تمش العمل على هذه المسألة؟ هل هو عدم ثقة في كفاءة المرأة اليوم في ليبيا، أم يخافون منها بين ظفرين؟ أنا أعتقد إن أنهم يخافوا من المرأة هذا شيء مستبعد شوية، ولكن إن عدم وجود حتى النساء الموجودات، وقلت لك في هلبة نساء قديرات ومحترمات وبارك الله فيهم وفي مساعيهم، ولكن في حسابات سياسية
احنا نعرفوا ان الراجل الليبي نظرته للمرأة فيها تقدير واحترام من جوانب معينة، ولكن بالمقابل زي ما تفضلت الأستاذة نعيمة ربي يحفظها ونحييها حتى من هالمنبر هدايا، ونبي نقول ان ما تعودناش روح جميلة اليوم في البرنامج. لا اليوم لأن مشتاقين لبعض، لنا فترة ما تلاقيناش وجمعتونا في اليوم هدايا المبارك. المرأة ما عندهاش، ما اشتغلتش على مكانة من زمان نظرا لظروف معينة، نظرا لضغوطات الله أعلم شن هي، ولكن إيمان الرجل بالمرأة وبقدرات المرأة ما هوش إيمان راسخ. يعني نادرا ما تلقى راجل مؤمن بقناعاته، حتى نعرفوهم احنا في الصالونات والسياسيين كيف يتكلموا وانا ومؤمن والمرأة ولازم وكذا، هذه وسيلة لعبور أو لبلوغ الهدف الأسمى هو الوصول للسلطة بهي. ولو أتيحت للرجال فرصة ممكن ينتخبوا بقناعاتهم وبأفكارهم هم، ممكن ما ينتخبوش حتى امرأة أو نص امرأة مثلا كنا متفائلين يعني. ولكن اللي في رد الواقع هدايا هي المنظومة الدولية اللي ديما تراعي، واحنا نعرف أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة موجودة في ليبيا، وأن الدعم اللي توفر للمرأة ما بعد فبراير ما بعد فبراير قداش كان مهم ومفيد، وأن أنت لو تبي توصل للسلطة ضروري أنك أنت تمكن نساء في الوزارات، وأن مجلس النواب لابد من وجود كوتا. طبعا الكوتا هذه صارعوا عليها النساء الليبيات، ويعني قصدي إيمان الرجل بأن المرأة تكون موجودة كمرأة ليبية ما هوش إيمان راسخ باختصار. طيب يعني احنا لما نشوف اليوم الحالة السياسية دكتورة عبير والفشل اللي الحق يعني بهذه العملية يعني طيلة السنوات الماضية، واحنا نشوفه اليوم ان ابرز من تصدر المشهد هم الرجال، هل اليوم تشوفي ان لازم ان يتم اعطاء الفرصة اليوم للمرأة وتحصل فرصتها لربما يعني تحتذاء طوق النجاة البعض يقول؟ انا يا استاذي الكريم ما نشوفش فيها لازم، انا نشوف توا في مصلحة ليبيا، لان ليبيا راهو يعني تمر بمرحلة صعبة جدا ومرحلة مفصلية. احنا اليوم يعني في واقع صحيح ناكل ونشرب ومبسوطين ونشوف في البلاد تغيرت، لكن على المدى ابعد شويه ليبيا لو استمر الاداء بالوضع هدايا خاشه يعني في مراحل سيئه جدا. وبالتالي اليوم انا اللي يهمني انا شخصيا ك ك ك, ك شخصيا كعبير، مش كمثلا شخص في موقع سياسي ولا متاثر باي ضغوطات خارجيه، انا اللي يهمني اليوم مصلحه ليبيا. مصلحة ليبيا لو تأتي عن طريق رجال أنا مع الرجال، لو تأتي عن طريق نساء أنا مع النساء. ما عنديش فكرة أن يعني ضروري والمرأة ولازم تكون كذا، على عيني وراسي تكون المرأة الكفؤة زي ما يكون الرجل الكفؤ، عرفت يعني هذا القصد. نعم تساوي الحدود بين المرأة والرجل. نعم يعني تشديد على هذه المسألة تكون متاحة. نعم طيب شكرا شكرا جزيلا لك دكتورة عبير الحضيري، كنت معنا باحثة في علم الاجتماع متحصلة على ماجستير في علم النفس. كذلك أشكر نعيمة الحامي عضوة مجلس الأعلى للدولة، وأيضا فاطمة الصواعي عضوة مجلس النواب. للأسف الشديد كان من المفترض أن تكون معي ليلى بن خليفة مرشحة رئاسية، ولكن لا ترد على هاتفنا رغم وعدها السابق بالمشاركة معنا، وهي مرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة واللي تأجلت. أشكركم مشاهدين على حسن وطيب المتابعة، إلى الملتقى في حلقة جديدة من نسخة إلى الرأي العام. إلى ذلك الوقت كونوا بخير، وكل عام وكل مرأة ليبية بألف خير.